وسعيد برجوم الرف ماك حاضرين كالعاده. يا اخي بالقائد الاسطوره يحضر القائد الشبل لو كرون زياد المكي. صباح النور فيك، مرحبا بالمجموعه الكل، نهاركم مبروك، قازين ربي الخدمه، ربي يحلها في وجوهكم. الويكاند تعدى، ويكاند خلينا نقولوا طقس باهي، العباد خرجت والله مشيت رفيق البلاصه شيرت معناتها مرنقيه معناتها مشينا الاخضار وكل برشا شباب يسمعوا فينا في يحبوا والله يحبوا الراف ماك ومغرومين بينا برشا. عملت بيكنيك مع اصحابي والله يا رفيق، راهو فما بلايص في تونس تنجم من لا شيء تخلق الفرحة والبهجة، تهز مكلتك تقعد تدور عنا مناطق مزيانة. في نهار سبت ولا لحد؟ لا نهار سبت أخوي رفيق، مشيت أنا وصحابي والله عملت بيكنيك حاجة تعمل 66 كيف، ماهيش من عاداتي البيكنيك ولكن عجبني برشا البيكنيك. والله مشيت والله قلت لك والله شبيه علاش احلف رفيق، تو واحد يمشي بيكنيك احلف صغير أنا والله مشيت مع اصحابي كل والله ما حليهم عملوا خيمه، هما بيت وانا الحق البيتين هذايا في الغيبه ما يشوا خليه مخلي فهمتني، ولا هما مغرومين مشيت قعدت معاهم والله حاجه باهيه برشا، وان شاء الله ينظموها الرحلات هذه خاطر ولات ينظموا في الفيسبوك ان شاء الله تتقنن تولي في ليزاجونس. وحلت يا خويا رفيق وكان شاء الله نهاركم مبروك خويا رفيق. سعيد مبارك، شكرا لك زياد المكي خبيره الفن نجمه الاستاذ سندريلا. صباح الانوار، صباح الورد والفل والياسمين، بدايه اسبوع موفقه، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله يا ربي يحل البيبان في وجوهكم. الطقس بالحق كما قال زياد، ما ابارامون باش يتقلب يا زياد، ماهوش باش يقعد هكا، دونك حضروا رواحكم، مازال الشتاء مواصل وكا، وان شاء الله يا ربي يعطينا الغيث النافع، ما يسالش كله خير وبركه لينا وللتوانسه الكل. امين، ربي يرحمنا ويرحم التوانسه الكل. خبير التحاليل الرياضيه باش يعطينا رايه بعد شويه في ثلاثه قائمات المترشحه لانتخابات المكتب الجامعي للمده النيابيه 24-28 لوكرو ناصر البدوي. صباح النور، اهلا بيك رفيق، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه الناس الكل. صحيح رفيق نهايه اسبوع كانت مشوقه، نستناو في الفيديوهات في اللايفات، كل واحد يهبط القائمه نتاعو. يا خويا فما كونكيرونس كبيره اليوم في الجامعه التونسيه لكره القدم، ان شاء الله يفيد، ان شاء الله تتم الافاده ان شاء الله في السنوات الجايه، روح جديده، اسبري جديده، ان شاء الله الناس موتيفي باش تخدم الكره التونسيه، ان شاء الله كل واحد يخدم البلاد من موقعه، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. باش نحكيو كوره كما قلت بعد شويه، نرحبوا به السيناريست المتالق لو جرون الجولدن بوي حاتم بن حاتم. صباح النور، صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ان شاء الله بدايه اسبوع مليئه بالعمل وبالمثابره وبالامل، خاطر بلادنا ناقصه برشا امل، ونحبوا الناس الكل يبداو موتيفي باش نخرجوا من عنق الزجاجه. عنق الزجاجه اللي عادينا فيه مديده مديده ماهيش ماهيش غالطين في الزجاجه، يبدو انه في العنق، في العنق حاتم بن حاج. نرحبوا به لوكرون محمود البارودي. بونجور رفيق، صباح الورد والياسمين والحاجات الحلوه والمزيانه الكل. رفيق وقتاش يجي رمضان؟ يا ربي يجينا رمضان سالمين معافين، خلي واحد يسمح ريقد شويه معناتها، خاطر ولات الازمه نتاع نوم عندي، ما فهمتش حتى في الويكاند يطير عليا النوم السته نتاع الصباح والخمسه. صحيح صحيح علي عملته في البلاد، صحيح رفيق. سينو والله فما عباد يسمعوا فينا في جربه، هكات البارح جاني مواطن اسمه عادل ترابرسي من جربه يسمع فينا كل يوم، والله قعدت بيت يسمعونا في جربه، اما يسمعوا فينا ويحبوكم الناس الكل ويسلموا عليكم الناس الكل، ونسلموا على كل اهالي جربه وكل اللي يسمعوا فينا داخل وخارج ارض الوطن. ان شاء الله يا رب تعديوا معنا ساعتين ونص كما يقول خويا زياد ممتازين، وان شاء الله كل عام وانتم حي بخير، ما نعرفش علاش، ان شاء الله اسبوع موفق للجميع، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ان شاء الله نعديو معاكم ساعتين ونص ممتازين. لوميور بور لا فان، حذر النقيب سوبر ستار الفنان لو جران مقلد ديسيلي. بونجور، صباح الخيرات، صباح الاخوان وشقائق النعمان. سي فري محمود، والله بجد شيء كبير، انا البارح مشيت طليت على اختي شيرت مروج اتسيتيرا، معناتها العباد عندي مده مشيتش للشيره هذيك، فهمت، عملوا قنطره جديده حلوه ياسر، اونتر بارونتيز، والله بجد عملوا قنطره تهبل حاجه دلوله فهمتني، والناس يا خويا يشكروا يمدحوا الراف، سلم لنا على رفيق، سلم لنا يا ولدي، تعرف شنو هي كل خطوه سلم لنا على رفيق، معناها العباد قاعده تتبع فينا يا خويا ومشتاقه لبرنامجنا اذاعه وتلفزه، وهذا شيء يبشر بالخير. سينو حتى العباد اللي جايين من برا اقسم بالله محمود قال لك شو ما تعرف قيمه بلادك الا ما تسافر، تو سافروا لبرا يا ولدي خنقه، قال لك ما عندكش فكره، والله بجد
قال لك اخويا كتجي هنا ابريتو بلادك والدنيا واحد ورمضان وتوسل عام متوفرة وزلابيه وزلابيه وكذا انت وخضره انت وغله والدنيا لاباس بقدره ربي شهر يحفظنا ويحفظ الجميع والتحيه من القلب للناس الكل اللي تبعثنا رسائلها مساجاتها لكامل فريق الرث ماك اذاعه او تلفزه. نسلم عليكم الناس الكل 7:17 دقيقه تنطلق الرحله البدايه.